خلات المونطو من الجناب، دوزت له الخياطة، لقيت الكمام والجناب، هذا تا هو الدوبلور ديالو، تا هو مونطيتو، دوزت له الخياطة كمام، لقيت هنايا يعني التركيز ديالي. دابا غادي نجيب هنا، هذا هو الوجه ديال المونطو كما كتشوفوا معايا، وهذا القفه ديالو، حطيته هكايا، هذا هو الوجه كيشوف فيا لهنا. غنجيب الوجه عاود ديال الدوبلور فين عنده الخياطه هنا نقيه، وهذا القفه ديالو، وغندير الوجه عند الوجه، الوجه عند الوجه من الداخل، هذا الوجه وهذا الوجه، وغنلاقيهم. غادي نجيب الخياطه ديال الكتاف ديال الدوبلور، ولصقها مع هاد الخياطه هادي ديال الكتاف اللي عندي هنا ديال هاد التبطين، شدها هنايا بالبانكا، داك الزياده اللي كنا زدنا في الظهر، حيت ضروري هاد الدوبلور يكون زايد شي شويه باش ما يجيش مشنق في اللبسه. هذاك غادي ندير له بليه في الوسط هنايا فهاد السجفه هادي، غادي ندير له بليه، صافي. وهنايا غادي نجي ندير هاد البليه هنايا، نجمعها شدها هكايا بالبانكات، صافي. وندوز بالخياطه ديالي من هنايا، غنمشي معاه كامل، نهبط مع هاد التبطين اللي عندي هنايا، هذا هو التبطين ديال الامام، غادي نهبط معاه هنايا نلاقيه مع التبطين كامل، هنا حتى لتحت، هنايا كما شفتو هاد 4 سنتيم اللي خليت هذا زايد، باش من نجي ندير له العطفة من لتحت يجي هذا المونطو كبر من الدوبلور ديالي. كما شفتو هنايا ندوز بالبانكات، شديتو بالبانكات كامل، وغندوز عليه بالخياطه كله، صافي. دوزت دابا الخياطة كامل، دزت عليه، دابا غنجيب الكم ديالي، هو هذا، هذا هو الكم ديال المونطو، وغنجيب الدوبلور هو هذا، وهادو بجوج، وغندير لهم هكا، وي هكايا سنتيم هنا. هذا نطوي سنتيم، نجي صافي، شدهم من هنايا بالبانكات، دير الوجه عند الوجه، هما هادو، ندوز عليه بالخياطة سنتيم ديالي ديال الخياطة. صافي وندوز دابا بالخياطه هنا،
هذا هو الكم ديالنا، ملي غنقلبوه راه غادي يجي من الداخل فيني. نصاوب لكم الثاني نفس الطريقه، شد هكا لكم هكايا، وندوز عليها بالخياطة سنتيم. دابا نصاوب، غادي نسدو من التحت كما شفتو معايا هنايا، هنا فين علمت 4 ديال السنتيم ديال العطفة من التحت، هي هادي راه علمتها، غندوز عليها بالخياطة حتى لهنا، وغنولي نقاد هذا من هنا بحال اللي غادي غنخيط تلها فينا، نحبس هنايا ونقاد هاد الدوبلور، نهبطو هكايا، نحاول نهبطو بيدي حتى نقادو مع الحاشية من التحت، تيجيني مقاد، تجي هكا معايا، صافي ونمشي معاه سنتيم د الخياطة، هكايا، سنتيم ديال الخياطة ديالو من التحت. هاد الخياطة هادي ديال الجم ديال الدوبلور، هي هادي كتجينا مع هاد الخياطة ديال المونطو تا هي ديال الجم، تجينا الخياطة مقابلة مع الخياطة. صافي دابا غنقطعو هاد الزوائد هادو اللي عندي هنايا، ونقلب داك الساعة المونطو من هنا، وخليت الفتحة في الكم، هالكم ديالي، الكم الآخر هذا، خليت فيه الفتحة هي هادي، من هنا غادي نقلب المونطو من هاد الفتحة هادي. دابا غادي نسد داك الحلة اللي خليت ديال اللي خليت في الكم، غنسدها هكايا، نشدها ندخل هاد الشنتي في الداخل، هاكا ندوز عليها بالخياطة، راه كتجي في الكم الداخل ما كتجيش باينة. هنا بالنسبه لكم باش ما يبقاش يخرج لنا الدوبلور ويثبت، حيت هذا هنايا كيكون واحد الفيزلين لاصق كنديروه من الداخل، انا ما كنلقاهش هنايا فين مدينه فين انا ساكنه ما كاينش، غنشدو هكايا وغندوز عليه بالخياطه من هنا بالماكينه بلاصه الخياطه اللي عندنا في الملاقيه ديالكم، وداك الساعه الا بقى كيتزعزع غادي نشبو من هنا غير بيدي اللي برا، وخيط ندوز عليه باش ما يبقاش يخرج لنا الدوبلور برا. صافي هذه هي 3 سنتيم ديال العطفة لكم، هي دخلناها لداخل، وغندوز هنايا بالخياطة. غير باش كيتبت وما يبقاش يتزعزع. الكم الاخر حتى هو ندير له بحال هذا. دابا غادي نشد عبر الصباط وندور على المونطو كامل عبر الصباط، غنشد من هنا من التحت
هنايا. هذا هو عبر الصباط ديالنا. كنحاول نشد الخياطه هكايا، نجيب هذه الخياطه هذه في المنتصف ديال عبر الصباط باش ما يجيش مايل، نشدها هكايا. صافي نحشي ليبره هنايا في الراس وندور هنايا مع الكول، هنا غندوز عليه بعبر الصباط حتى هنايا. هنايا في هاد الخياطات اللي عندنا هنا ديال المونطو كنجيو كنديرو لهم واحد الترسيقه كنرتقوهم هنايا، كنشدو هكايا كندخلو داك 3 سنتيم. صافي بهاد الطريقة هادي كنديروها في بلاصة الخياطة اللي هابطالنا في المونطو، هاد الخياطة اللي عندنا هنا اللي عندنا هنا في الظهر، فيما هي شي خياطة كنرتقوها هنايا باش مكيتحليش. كما قلت لكم ما عنديش انا داك الفيزلين اللي لاصق او كدرته من الداخل بالميكوات كيلصق، هذاك الا كان هذاك حسن، ما كان صافي كنديروا لها الطريقه هذه. الا بغينا نزيدو كاع نرتقوها نديرو خيط او ليبره ونمشيو معاها هكا بحال اللي كنشبوه، ما نخرجوش الخيط لهنا للظهر، غير من هنايا نشدو غير شويه وندورو عليها كامل، ندورو على المونطو كله من التحت وصافي. هذا هو المونطو ديالنا، راه كمل وجه، باقي لي ندير له الصديفات. وهذا هو عبر الصباط اللي دوزت معاكم هنايا. نتمنى تكون الطريقه جاتكم سهله، راه كنحاول نشرح لكم ما امكن، واخا كتجيني شويه معذبه مع التليفون مع التصوير والخياطه، ولكن كنحاول نوصل لكم الفكره. هذا هو الكول ديالنا، دابا غندير له الصدايف هنايا، 4 صدايف مدوبلين، يهبطو 4 في هاد الجيه و 4 في هاد الجيه. صافي نصيفطو للبريسة ونوريكم ان شاء الله الشكل النهائي ديالو كي غيجي. نتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنساوش تدعمونا بلايك وبالاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله.